السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم على مشاكل واجهتني أثناء الشغل بتاعي، سواء في مجال الاستشارات الهندسية أو في مجال المقاولات، والبيم ساعدني في إيجاد حلول ليها. فالموضوع هيبقى فيه أمثلة عملية كتيرة جدا، لأنها كلها حاجات الواحد اتعرض ليها والحمد لله قدر يحلها. فبدل ما تتعرض لنفس المشاكل دي تاني وتبدأ تفكر، لا، في الحل هو جاهز تقدر تشتغل عليه. انا اسمي عمر سليم، شغال في مجال بيم تقريبا بقالي مثلا 15 سنه. برضو شغلت فتره باسلوب الكاد، وكانت بتواجهنا مشاكل صعبه جدا، وكان اغلب المشاكل بنرحلها على بعدينا. يعني مثلا ايه، في مجال الديزاين في مشكله، مش مشكله تتحل في الموقع، تمام؟ وفي الموقع يقول لك ايه، اللي هم الناس اللي بتشتغل بديها دي هي اللي هتحلها. ممكن تلاقي مثلا حاجه اتعملت مش معموله كوردينيشن مظبوط. طبعا مش مشكله كوردينيشن بس، في مشاكل كتير جدا، بس الكوردينيشن ده كان من المشاكل اللي فعلا ضخمه جدا. فبعد ما تعمل الخرسانه وكل حاجه، تفاجئ ان في حاجه مثلا المفروض تتعدي في التكييف او في البلامنج او كده، ومشكله لازم تكسر ولازم تعيد الشغل ولازم توقف الشغل. ممكن برضو تكييف كبير ومفروض فيه جهاز حاجه هتعدي من هنا، فبتبقى في مشاكل كتير جدا، ومش الحل ان انا انزل تحت الحاجه الثانيه، لان ممكن النزول ده يخلي الارتفاع قليل جدا فتبقى في مشكله. ممكن مثلا جهاز معين عايز يدخل الغرفه وانت خلاص بنيته كل حاجه، والجهاز اللي انت جايبه دوت اطول من الباب، فهتدخله ازاي؟ تمام. ففي مشاكل كتيرة كانت بتحصل، وبتاع الديزاين لا اما مش عارفها، لا اما بيرحلها على اللي بعديه، واللي بعديه يرحلها على اللي بعديه، ويقول لك كده كده هتحل في الموقع وخلاص. تمام. فهنبدا نشوف المشاكل. طيب، دي من ضمن مثلا حاجه معينه هنتكلم عليها برضو، الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي ان انت تحط الموديل كله في قلب المعلومات بتاعت الكمبيوتر، تبعتها للنظاره وتلبسها، فتتخيل ان انت موجود في قلب الموقع. الموضوع مش لعبه، الموضوع مش هزار، الموضوع حقيقي، ان ممكن المالك مش قادر يتخيل شكل المبنى، فكل شويه يقول لك عدل، بعد ما تبني حاجه تعدل. ممكن يجي في اخر يوم في المشروع يقول لك لا، مش هو ده اللي انا عايزه، لا الغي الشغل ده وعيد الشغل تاني. فده ريورك مكلف جدا. تمام. لما تقول لي عدل وانا خلاص بنيت الحاجه، غير لما تقول لي عدل واحنا لسه ما بناش وكل حاجه على الكمبيوتر. فالتعديل على الكمبيوتر مش بيكلف حاجه، انما التعديل على الموقع نفسه ده مكلف جدا، وبتحتاج بقى العمال يجيبوا سلالم ويطلعوا ويجيبوا ونش ويجيبوا اجهزه وحاجات زي كده، وتكلفه طبعا ان 20 عامل شغالين وبتاع، غير على الكمبيوتر تك تك في ثانيه بتلغي وتحط الحاجه. فاحنا هنتكلم عن نمذجه معلومات البناء. هو خلاص يعني ناس كتير سمعت عنه، ان انت بتعمل نموذج للمبنى على اساس ان انت تستفاد منها في اتخاذ القرار. يعني هنشتغل بالنظام ده ولا بالنظام دوت، هل هنمشي طوالي ولا ممكن نقسم الشغل، لا ممكن تلاقي مثلا في حاجه معينه فانا محتاج ان انا اغير الشغل. فهو بيديني تصور للحاجه اللي هتحصل بعد كده، فانا اقدر اخد القرار السليم. على سبيل المثال مثلا صاج التكييف مثلا لو كبير شويه فهضطر انزل بالسيلينج شويه، طب انا ممكن اقسمه على كذا فرعه وهكذا. طبعا النظام البيم بيشتغل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، ودي ميزه قويه جدا فيه، ان كلنا فاهمين شغل بعض وكلنا بنتعاون مع بعض، عكس لما كل واحد يبقى شغال لوحده وكل واحد قاعد في الصومعه بتاعته وبيعمل الشغل وبيبعتها لي مثلا بعد اسبوعين، فانا ابدا ابص على الشغل وابدا اطور الشغل بتاعي، وممكن انا بعدل الشغل على حاجه هو بعتها لي وبينما هو غيرها خالص، لا فاصبح فيه شايفين شغل بعض. من ضمن برضه حاجه تانية، ان في الشغل الكاد كل واحد شغال، يعني كل واحد شغال لوحده، كل واحد بيتخيل الشغل عامل ازاي. يعني ايه بيتخيل؟ يعني مفيش علاقه بين الدور الاول والدور الثاني غير في الخيال بتاعك. ممكن تكون اللوحه دي بتاعت الدور الاخير، ممكن تكون الدور ده اللوحه دي بتاعت الدور الثاني، انما في البيم كلنا شغالين مع بعض. يعني خلينا نبص كده على مشروع اهوت، تمام. خلينا اقول له مثلا ده انا عايز اشوف الاركتكتشر، عايز اشوف مثلا الاستراكشر، تمام، عايز اشوف مثلا البلامنج، تمام. فتقدر تشوف الشغل نفسه هيبقى عامل ازاي، وزي ما انت شايف كلهم في نفس المكان. وهنا مش بترسم 2 دي، مفيش حاجه اسمها في البيم ان انا برسم 2 دي. حتى لو انت واقف في بلان او بترسم حاجه، هو بيسمعك 3 دي بس انت شايفها من مسقط افقي او راسي، فباينه معاك 2 دي، انما مفيش حاجه اسمها 2 دي، كله بترسم 3 دي الا لو في انوتيشن او حاجه زي كده.
فالميزه الحاجه ان انت كل حاجه زي ما يحصل في الموقع بالظبط، لو عدلت في الدور الاول يتعدل في الدور الثاني في الثالث، يتعدل في بقيه البيانات وهكذا. الانفورميشن لازم تكون فيه معلومات، مش مجرد حاجه 3 دي، احنا بنشتغل فيه معلومات وبنشتغل فيه داتا. وطبعا الداتا ده يعتبر بيسموه الذهب بالعصر الحديث، الانفورميشن والداتا دي ده كنز من الكنوز. الموديلنج لازم كل حاجه 3 دي. في ناس بتحط بدل الام دي مانجمنت، وده كلام سليم ان انت بتدير معلومات المشروع. طيب هل في اهتمام بيه؟ اه في اهتمام بيه، ولو انت بتفكر في السفر بتفكر في فرص عمل افضل، بتلاقي دول كتيره بدات تخليه اجباري، يعني ممكن في مصر يبقى اجباري في يوم من الايام. اه وارد جدا، واتناقشنا كذا مره في موضوع ان هو يكون اجباري دوت مع مركز بحوث البناء، اساتذتنا الافاضل هناك ممكن يخلوه في اي لحظه اجباري. طبعا اجباري مش معناه صدور كود، لا، كلمه كود لا تعني ان هو اجباري، انما ان يصدر ورقه من شخص مسؤول، رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او وزير مسؤول، ان احنا لازم نعتمد في على تكنولوجيا البيم في المشاريع بتاعتنا، وان احنا مش هنعتمد اي مشروع غير لو هو معتمد على البيم، يعني مش هندخله كهرباء وميه غير لما يكون هو معتمد على تكنولوجيا البيم. فالصين اتبنت البيم، الدنمارك اصبح اجباري، السنغافوره اجباري، كوريا الجنوبيه، بريطانيا، امريكا للحاجات الحكوميه. امريكا مفيش حاجه اسمها اجباري، بس هو بيقول لك ايه، لو انت عايز تاخد مشروع من الحكومه لازم يكون هتطبقه بين. وطبعا سواء الدول الاشتراكيه او الدول الراسماليه بتعتمد على المشاريع الكبيره غالبا بتكون مع الدوله، المشاريع اللي هي بالمليارات بتبقى مع الدوله. في استراليا اجباري. طيب في الدول العربيه بنلاقي دبي خلته اجباري، وفي بعض الامارات، في اماره من الامارات بتحاول ان هي تخليه برضو اجباري زي دبي، ابو ظبي بتحاول تخليه اجباري. قطر بالمشاريع الكبيره لو انت عايز تاخدها اللي هي المشاريع بتاعت الدوله غالبا بتلاقي شرط ان انت لازم تسلم موديل بيم بعد ما المشروع يخلص، يعني لازم تسلم البيم والمشروع، ويكون المشروع معمول بنفس الحاجات بتاعت البيم، ويكون كل اللوح متصدره من البيم. فمصر صدر كود للبيم، وتحيه للساده الافاضل اللي اصدروا الكود دوت، يعني جهد يشكروا عليه. واهم البيم بتلاقي فيه مزايا كتيره جدا، انا بالنسبه لي اكبر ميزه ان احنا ما بنعملش هدر للموارد، لان الموارد دي مش حقنا، حق الاجيال القادمه. في مزايا كتيره جدا، حدث ولا حرش. طيب لو احنا جينا نبص هنلاقي ان زمان الناس كانت بترسم على ورق، تمام، من الاف السنين بالشكل دوت، يعني ده مخطط تقريبا من 3500 سنه مثلا او اكتر، انا مش فاكر الرقم بالظبط، موجود في العراق. مسقط هو للمبنى والابواب وهكذا. طيب بعد كده اتنقلنا للكمبيوتر لنظام الكاد. النقله من المانيوال للكاد نقله كبيره، بس النقله الاكبر والاعظم والاخطر من الكاد للبيم، لان هنا كنت بترسم نفس طريقه الرسم، مفيش اي استفاده خالص غير ان انت بتسهل على نفسك شويه، انما هنا انت بتعمل نمذجه للمبنى، وبعد كده تاخد المسقط الافقي، المسقط الراسي، بتاخد الاسكادولات، بتاخد الحاجات ديت. ففي فرق كبير جدا لما تعتمد تكنولوجيا البيم. الاسكادول بيبقى موجود معاك في قلب المشروع، لما بتعدل بيتم تعديل. ده كان بيعمل لنا ارهاق، يعني تخيل في مشروع حقيقي احنا كنا شغالين فيه، ومشروع ضخم جدا عباره عن فندق ضخم جدا، والطلب مننا نعمل حصر. بعد ما عملنا حصر عملنا تعديلات شغل كتير جدا، وبعد كده قال لك اعمل حصر تاني. طب هنعمل حصر تاني بالكاد، فاخدنا تقريبا اسبوع حصر، كلنا قاعدين سهرانين عمالين نحصر ونشوف ودي كام باب وكم حوض حمام وكم عمود والحاجات دي كلها. خد اسبوع كامل في الحصر، لان انت ما تقدرش تقول ايه عملنا تعديل قد ايه ونبدا نشوفه، لا لازم تحصر من اول وجديد، تعيد الحصر من اول وجديد. انما في اسلوب البيم دوت بتدوس على زرار يطلع لك الحصر على طول. طيب من ضمن المشاكل اللي موجوده كان في مشروع كنا شغالين فيه، مشروع كبير جدا، مش المسجد ده بس، لا هو كان عباره عن تقريبا 50 مبنى، ده مبنى منهم، وده المبنى اللي احنا استخدمنا فيه الفيرتشوال رياليتي اللي احنا وريناه لكم في اول شريحه. كان في شرط في عقد ان هو لازم يشوف النموذج بتاع العمل في اي وقت في اي لحظه، بمجرد ان هو يحب يشوفه يدخل يلاقي الابديتد. فاوتوماتيك استخدمنا طبعا في عندنا بيم 360، في بيم تراك، في زي بلدر، كل دي تقدر تستعملها، بس في المشروع ده احنا استخدمنا
البيم تراك ورفعنا النموذج وبدأنا نكتب كومنتات وبدأنا نشتغل مع بعض في الحاجة دي. طيب خلينا أوريك، هو مثلا مثال عملي اهوت، ده مثلا مشروع، ده الداشبورد بيبدأ يجيب لك بيانات عن المشروع والناس اللي اشتغلت فيه والكومنتات والحاجات دي كلها، الايشيو المشاكل اللي موجودة، تقدر تدوس على اي واحد فيهم تعرف المشكلة، وتقدر تعمل انت مشكلة جديدة، تتخانق مع اي حد انت عايزه، تبعت له تقول له التعديل مثلا في الميكانيكا، في الكهرباء، في حاجات زي كده. تقدر تشوف المبنى 3 دي بشكل قوي جدا. احنا عملنا كذا فيديو في بيم اريبيا على موضوع البيم تراك دوت، تمام. هنا بيقول لك ضيف اي اف سي عشان تبدا تشوف المشروع. الاي اف سي ده بيصدر من الريفت، بيصدر من الاركاد، بيصدر من حاجات كتير. فده كان اعتمدنا اللي هو البيم تراك دوت، كان الاختيار بتاعنا اللي احنا شفناه انسب لينا، تمام. وزي ما قلنا احنا في المشروع ده استخدمنا فيرتشوال رياليتي، فبدأ الناس تبدأ تشوف. فمثلا المالك بقى عنده تعديلات فقال لنا عليها فعدلناها، المعماري بدأ يشوف ان كان في مكنة تكييف هنا فقال لك لا لازم نبعدها نحطها في النص، او ان احنا نطول الحيطة شوية كده بحيث ان ما يبقاش اللي بره شايف شغل كهروميكانيكال وهكذا. ده مثلا نوع من انواع الكليشيه كان بعتناه ان في مشكلة، او ده اسمه هوت، تمام. المشروع مثلا تخيل ان احنا معانا الحاجه دي 2 دي وحاولنا ندخلها في فيرتشوال رياليتي مش تبقى مفهومه، يعني حتى الملك يدخل كده يلاقي خطوط واقواس وحاجات مش مفهومه، تمام. لا لازم يكون مفهوم. فلما الملك بيتخيل شكل حاجه ويقول التعديلات بتاعته الحاجات دي، تبقى اسهل بكتير جدا وبيسهل علينا كتير جدا. و يعني الريورك ده تقريبا في حدود 20% من تكلفه المشروع. فاحنا لما المشروع يكون بمليون ونوفر مثلا 200,000 لمجرد ان احنا وريناه المشروع في اول ما بدانا الديزاين، فدي حاجه كويسه جدا. طيب من ضمن الحاجات برضو تقدير التكلفه. انت قبل ما تدخل المشروع ما بتبقاش عارف المشروع ده ممكن تدخله بكام، يعني انت عايز تدخل المناقصه. فمثلا انا اول ما جيت اشتغلت مثلا في قسم البلاننج خدنا كذا مشروع بسبب التكنولوجيا البيم، ان احنا بدانا مع المشاريع اللي موجوده نقدر التكلفه بالظبط، وبعد كده نشوف هامش الربح اللي احنا عايزينها. فاصبح مش تقدير كثافي، مش انت تبص على المشروع كده يجي له مثلا ب 5 مليون، لا كنا بندي رقم مظبوط وبنبدا نحط الشغل بتاعنا، لان احنا بنعمل موديل مبدئي ونبدا نشوف التكلفه بتاعته هتبقى عامله ازاي. ومش بقول عدد الابواب وخلاص خلصت، لا ده انا بقول عدد الابواب وايه اللي هيتركب فيه وتكلفه العماله وكل الحاجات دي بقدر اضيفها يجيب لي رقم مظبوط. من ضمن البرامج اللي شغاله في الفايف دي النفس وركس، التيكو، الاي تي دبليو او، عندنا برضو برنامج السينكرو، بس السينكرو اقوى في الفور دي من الفايف دي. طيب خلينا نشوف الفيديو دوت. هيوريك مثال على موضوع الفور دي والفايف دي عشان بس نفهم المصطلح. هو هنا بيشوف الوقت الزمني هيبقى عامل ازاي. المنطقة دي هيت ممكن مثلا هنحفر فيها شوية، هنبدأ نعمل لها السور بتاعها، تبدأ الأوعية تظهر، تبدأ الشغل يظهر. فالناس تقدر تتخيل طريقة البناء هتبقى عاملة ازاي والوقت بتاع البناء هيبقى عامل ازاي وهكذا. والتكلفة يعني كل ما بيقول لك الشهر الفلاني هيبقى انت وصلت في التكلفة قد كده، الشهر اللي بعديه وصلت في التكلفة قد كده وهكذا. فعلى الاقل تبقى عارف مثلا لو المشروع ده مثلا معاك فلوس مثلا مليون مثلا، بتبدا تشوف المليون ده اللي فيك لحد شهر كام، وبعد كده هتضطر ان انت توقف شغل لحد ما تجيلك سيوله تانيه. طيب ففي البيم بنقدر نشوف كل حاجه تكلفتها قد ايه، ونقدر نشوف الكليشيهات موجوده فين، وتقدر يعني ما دمت عملت الموديل تقدر تعمل شغل كتير جدا. طيب التكلفه مش مجرد ان انا بقول له عمود، لا انا بشوف الريبار هيبقى قد ايه، الفورم ورك، الخشب اللي اتحط حواليه، الكونكريت، الكلادنج، السيرفيس فينيش، الماتيريال اللي هنحتاجها، الليبر، الاكيوبمنت لو انت تأجر حاجه او انت عندك الحاجه ديت فبيبقى ليها هالك واستخدام وحاجات زي كده،
وبتبدا تشوفها وبعد كده تربطها بالزمن، فده بيديني شغل كويس جدا. فده انتجريتد بروسيس، وبنبدا اهو. فبيجي لي تكلفه مظبوطه جدا، والتكلفه دي بتتعملها ابديت اوتوماتيك، يعني انت مش بتعيد الشغل، لا هو الجدول بيبقى جاهز، وكل مرحله بيبدا يديك الارقام اقرب للقياس، يعني في حاجات اشتريتها، في حاجات اتسالت عليها عرفت الرقم قد ايه بالظبط وهكذا، فبتبدا تديك ارقام افضل. فبيديني ان انا بعرف المشروع هيكلف قد ايه بالظبط، في داتا بيسز، ما بيبقاش عندي فريق خاص بالحصر، لا ده هو بيطلع اوتوماتيك. فلو انت شغال في حاجه ممله في المجال بتاعنا، حاول ان انت تدور على حاجه تكون فيها تحدي، وكل يوم تتعلم حاجه جديده وتطور نفسك باستمرار. طيب، في برضو من ضمن الحاجات اللي احنا تعرضنا ليها في الشغل، اللي هي موضوع البناء مسبق الصنع، ان انت بتعمل حاجه فابريكيشن. فاحنا لما كنا بنستخدم، وده في كذا مشروع يعني في مصر، اللي كنا بنبعت الحاجه للمصنع ويبدا يقطع الحاجات وتروح للموقع، فيبقى فيها مشاكل. ليه كنا بنعملها باسلوب الكاد، وكل مره تطلع حاجه اطول حاجه اقصر، فلو اطول بيضطر ان هو يقطعها في قلب الموقع، وده بيبقى فيه خطوره لان الموقع غير مجهز للتقطيع. انما لما تكون معموله الحاجه بشكل كويس فبتروح تتركب على طول، انما لو فيها مشكله بنطلع السلم ونلاقيها قصيره، فنطلع ونقيس ونطلع وننزل ونطلع وننزل. هي رياضه، اي نعم، يعني انت كده بتخس، بس بتخس بتكلفه فلوس كتيره جدا، فيها مشاكل كتير جدا. وممكن كمان ان انت تديله الموديل وتبعتها للروبوت، او تبعتها طبعا ثلاثيه الابعاد تطبع اوتوماتيك. احنا لما استخدمنا اسلوب البيم وبعد كده خدنا النموذج وعرضناه لبعض البرامج الفابريكيشن، 100% صح، يعني انا مش بكتب عليكم بس 100% صح، 100% الارقام بتيجي بالمقاس مظبوط، بتروح بتركبها على طول. تمام، كان زمان كان 90% غلط، 90% غلط، 90% بتروح بيضطر ان هو يقطع او يرمي لانها اقصر، فكان تقريبا شغله كله كان بيتم في قلب الموقع. طيب، في برضو حاجه اسمها لاست بلانر، تقنيه كنا سمعنا عنها بس ما كناش عارفين نستخدمها، لسبب بسيط ان في الكتب ما بقاش الحاجه مفهومه، انما لما عملناها في البيم بدانا نوصل المعلومه. فكره اللاست بلانر دي ان انا عايز كل واحد في المشروع يبقى فاهم ايه اللي احنا بنعمله، حتى اصغر عامل، ان انا ببقى اعمل له مثلا فيديو ووريه، بيبقى فيه كشك كده، كشك بتاع بيم، مش بنبيع فيه بيم ولا حاجه، لا هو بيبقى فيه زي شاشه وتقدر تعرض عليها الموديل، كل واحد بيعرض للناس اللي شغالين معاه في الجزء بتاعه، الجزء ده مطلوب مننا يتعمل كذا وكذا وكذا، بدل ما تقول له ابن حيطه فهو مش فاهم انت عايز الحته دي طولها قد ايه وارتفاعها قد ايه والحاجات دي كلها، لا بتوريها له وتخليه يفهمها. لما الناس تبقى شغاله معاك فاهمه، ده بيسهلك كتير قوي، بيوفر لك ضغط اعصاب، بيوفر لك مشاكل كتير قوي. طيب، في برضه مشكلة مهمة اللي هي موضوع البروكيورمنت والسبلاي تشين. ايه المشكلة ديت؟ المشكلة دي حقيقية واجهتها في شركات كتيرة جدا، ان انا في الموقع ممكن مثلا اطلب حاجة معينة فتيجي قبل ميعادها، فانا لازم اخزنها، ممكن تتخزن شهر شهرين، ممكن في اثناء التخزين دي تبوظ ودي تكلفة، او ممكن تكلفة التخزين نفسها، وممكن تيجي بعد الميعاد فالشغل يوقف. يعني تقول لهم ايه، انتوا مش شغالين ليه؟ عشان مفيش مسامير مثلا، او مفيش بوابه او حاجه زي كده، فتلاقيهم مثلا متعطلين شهر شهرين قاعدين مش معاهم الحاجه دي. ففي البيم قدرنا نقلل الخطر ده، حتى البيم بي في اللي ظهر الاخير قال لك حاول ان انت تتبنى البيم في موضوع البروكيورمنت. ومن ضمن الحاجات ان انت بتحل التعرضات، فانت مثلا عامل حسابك ان انت تخلص الجزء ده في شهر، خلاص بتخلص في شهر. في الاساليب التقليديه بيبقى في تعرضات، فانا ببقى عامل حسابي ان شهر وممكن مثلا تحصل تعديلات فاخد 10 ايام كمان، ما بيبقاش الحاجه مظبوطه. تمام، فاحنا تبنينا المشروع دوت في مثلا من ضمن، يعني كان اول مشروع كان اسمه تي سي سي في شركه مقاولات، اعتمدنا موضوع البعد الرابع وطلبنا بمواعيد كويسه فاثبت فعاليته، واحنا لقينا ان ناس كتيره يعني تبنت الموضوع دوت، اللي هي ان انت تعمل سبلاي تشين مع البيم بيطلع بشكل قوي جدا، ان انت بتقول له مثلا انا عايز الحاجه دي في شهر 3، طب ابعتها لك قبل كده؟ لا انا عايزها في شهر 3، انا هحتاجها تركب في شهر 3 فابعتها لي عشان اركبها. تمام، طيب في اخر المشروع لما لقينا الموضوع ناجح جدا، قدمنا توصيات للسبلاي تشين مانجمنت ان احنا نربط البيم بالاي ار بي. اي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج، ده نظام بيبقى مرتبط بحاجات كتير جدا من ضمنها المخازن، ان انا اقول له ايه، احنا محتاج مثلا 10 ابواب من النوع دوت في شهر ابريل، فهل موجود عندنا في المخازن ولا لا؟ مش انا بقول له، انا مجرد موجوده
في الريفت هو بيبدا يفهم ان هو محتاج ال10 تباب دول، فبيبعت يتاكد موجودين في المخزن طب احجزهم، محتاجهم في شهر ايه، بياخد المعلومه دي من نفس وركس ويبدا ايه يقول له انا عايز المعلومه، عايز الحاجه دي في اليوم كذا بتاريخ كذا توصل الموقع، لو مش موجوده بيبدا يقول لك انذار ويقول لك ايه انا ممكن ابعت ايميل بالحاجه ديت للسب كونتراكتور او للسبلاير يبعت لي الحاجه ديت. تمام، فاصبح طلب المواد من المخازن او المورد بطريقه اوتوماتيكيه تلقائيه. ده شكل المشروع اللي احنا كنا شغالين فيه، وكنا عاملينه بشكل 4D بالشكل دوت، تبدا تطلع دور دور. ومن ضمن الحاجات اللي احنا عملناها ان احنا عملنا دراسه لطريق المركبات او السيارات في قلب الموقع، دي لوحه حقيقيه احنا كنا شغالين بيها، وقعدنا ندرس حركه الكرين عشان ما يبقاش فيه اكتر من، يعني ما يبقاش فيه كرين اكتر من اللازم، الحاجات دي كلها 3D. وحددنا مكان المخزن وحددنا مكان السايت وحددنا كل المعلومات ديت، واعتمدنا على بروتوكول اسمه بي اس 91 عشان نحدد مين السبلاير بتوعنا، يعني في كذا واحد مقدم ان هو عايز يعمل سب كونتراكتور او ان هو يجيب لنا حاجات وبتاع، فاعتمدنا على البي اس 91 ان احنا نختار افضل واحد، ما بيبقاش بناء على السعر بس، لا بيبقى بناء على خبرته في كذا مشروع، الجوده، يعني بنحط شروط معينه ونبدا نشوف. برضو دي انا شغال فيها حاليا في الايام دي في مشروع اللي هو السكافولدنج او الشهادات الخشبيه، بنعملها للمبنى وبندخلها في جدول زمني ونقول له ايه تظهر من يوم مثلا 5 ليوم 7، ونبدا ندرس ونشوف هل فعلا السكافولدنج هيبقى كافي ولا هنحتاج ولا محتاجين ان احنا ناجر اكتر وهكذا. فبندرس وندرس نشوف نوع السكافولدنج والليفلات بتاعته والمعلومات الخاصه بيه، كل ده بيبقى موجود في قلب الموديل، ده شغل حقيقي مش نظري. السكافولدنج اهوت بنبدا نحدد هيبقى موجود فين وهيظهر امتى وهكذا. طيب في مشكله برضو حقيقيه، تمام، كان موجود في مشروع، كان المشروع ده مكون من 5 ابراج كل برج 40 دور، هو مشروع مشهور يعني. واحنا شغالين في المشروع دوت لقينا ان في تعارضات بين الميكانيكا والكهرباء بنحلها، بنشوف لقينا اكتشاف الارتفاع سقف السايت المفروض يتحرك شويه، فلقينا ان المسافه بين ارتفاع طول الانسان 1.80 هو 50 سم بس، فمفيش مسافه، فوقفنا الشغل وقف وعملنا ار اف بي ريكوست فور بروبوزال وتم دراسه الامر، وبعد كده قالوا لا هنزود ارتفاع كل دور لمتر ونص. طبعا الموضوع ده ما كانش تم في مشروع قبل كده لنفس الشركه، فالمشروع تم بعد ما البرج اكتمل وقف، لان هو لو عمل الكهروميكانيكال بالتصميم الموجود هنلاقي ان الارتفاع قصير جدا، صف الارتفاع تقريبا 90 سم، فمش كافيه، هتبقى خانقه لاي حد يدخل، وده كان عباره عن زي حاجه سكنيه وبتاع، فمش هينفع. فحتى الان البرج ده فارغ وغير قابل للسكن، فمحتاجه برضو دراسه، يعني محتاج الواحد يدرس المشروع دوت عشان يعرف ايه الحلول اللي ممكن نستخدمها، بينما هو خلاص صب الخرسانه وصب الحاجات دي كلها. وفي مول اللي انا كنت شغال فيه، كنا شغالين في مول وكان في فندق جنبينا، المول الحمد لله تم بنجاح، الفندق بعد ما عملوا صب الخرسانه والحاجات دي اكتشفوا فيه مشكله في بين ارضيه الدور وسقف السايت في اخر 3 ادوار، فوقفوه كذا شهر لحد ما قدروا يحلوا الموضوع دوت، عملوا تصميم تاني كهروميكانيكال. طيب في مشروع تاني كان عباره عن فندق في موجود في السعوديه في جده، وكان فيه 2 بدروم، كان كل ارتفاع فيهم للبدروم ده 3.40 متر، فلما عملنا المشروع بالبيم لقينا الموضوع مش هينفع، لازم يبقى 4.5 متر. طبعا انه حد ياخد قرار مثلا انا خايف من المشكله فزود بدون دراسه، لا ده تكلفه وممكن يترفض بسببها، ان هو كلف مثلا شركه 200,000 زياده حفر وشغل كتير. تمام، فلما عملنا الدراسه بالشكل دوت، ده كان الشكل الاولاني، فلما رسمنا الشغل الكهروميكانيكال لقينا الماسوره تبقى ماشيه كده، ففي عربيات تخبط فيها، ارتفاع عن الارض 1.30 متر، فكان فيها مشكلة، فعملنا بروبوزل وغيرنا حاجات في التصميم وعملنا حاجات، فشوفنا الارتفاع هيبقى 4.5 متر زي ما انت شايف في دراسة كتيرة تمت في الموضوع. برضو كان في مشروع من المشروعات عبارة عن ابراج، وكان في طريقتين للتنفيذ، ان احنا نبني الكور الاول وبعد كده نبني المبنى، طبعا مش بتطلع بالكور كله مرة واحدة، لا انت تطلع مثلا تسبقه بشوية، وفي اسلوب ان انت تبني كل دور بدور، فقعدنا نشوف الطريقتين لحد ما لقينا ان افضل طريقه هي الطريقه ان تبني الكور الاول، ده كان اسرع وكان افضل وكان اسرع لموقف التنفيذ وللكشف له.
برضو مثلا مشروع مدينة المشروعات دي أمثلة يعني، كل واحدة من دول تمت كتير جدا، بس احنا بنذكر مثال واحد وبصور بحيث ان الموضوع ده حقيقي مش كلام نظري. ده مثلا مشروع المشروعات، وكان مصافي كان في 3 أحواض دائرية، وكان في نظام قمري موجودة في بعض اللوح وبعض اللوح مش موجود فيها. فقعدنا هل هو نظام الكاميرات ولا نظام الفلات سلاب، فبدأنا نشوف اللوح ونقارن بينها لحد ما اكتشفنا ايه النظام المقصود في المشروع. ممكن تكون انت بس شفت بعض اللوح فما خدتش بالك من ان هو في نظام الكاميرات وتبني على كده. لا، لما شفنا اللي عملناه بالبيم اكتشفنا مثلا نفس المشروع كان فيه احواض، الاحواض دي مش موجوده في لوح الاستراكشر ولا في لوح المعماري، بس موجوده في لوح الام اي بي. فقعدنا ننسق بين اللوح وتاكدنا ان هو معمول فعلا وبدانا نشتغل عليه. طيب في برضه مشكله تانية، الملفات كتير قوي. يعني عندك مثلا مشروع فندق ممكن تلاقي فيه مثلا 30,000 لوحه اوتوكاد، فبيبقى فيه مشكله كبيره جدا. انما في البيم كل حاجه بتبقى في ملف ريفت واحد، ممكن نقسمها لملفين 3 4 حسب ما احنا عايزين. تقريبا لقينا ان ربع الوقت بيضيع عشان تلاقي الملف اللي انت عايزه، عايز تعمل لينك فمش لاقي وتقعد تدور وقصه طويله. انما في البيم لا، الموضوع ده بيقل كتير جدا. طيب برضو مشكلة المحاكاة، يعني انت لو انت بتعمل مبنى عملته قبل كده، في ناس مثلا بتبقى متخصصة في الفيلل، فبيعمل فيلا عمل فيلا تانية وعمل فيلا تالتة، فمش محتاج ان هو يعمل محاكاة او يتأكد ان المبنى ده سليم ولا لا. بس لما بتعمل مباني جديدة او مبنى فريد من نوعه، فانت بتخاف ان انت بعد ما تعمله تكتشف ان فيه مشكلة ويتهد. يعني في مشاريع كتيرة بعد ما اتبنت بلاقوا فيها مشكلة وما كملوش او وقفوه او يعني حصل فيها مشاكل. تمام، فانت بتعمل محاكاة وتتأكد من هل هو اتحمل الوزن، هل اتحول للعوامل الطبيعية، هل الحاجات دي كلها. فلما بتعملها بالبيم ما بتكلفكش حاجة، بتبقى التكلفة بسيطة. انما لو انت عايز تعملها بقى ان انت ممكن تعمل تانل مثلا او تعمل مكان محدد، تعمل موديل، الموديل ده ممكن يكلفك الاف الدولارات، وبعد كده تعرضه لحاجات معينة، هواء، تعرضه للرياح، تعرضه لأمواج، فبتبقى تكلفة جامدة جدا. طيب في برضو مشاكل ان انت ممكن وانت شغال تلاقي فيه كلاشات او في تعارضات، وقف شغل لحد ما تعرف المشكله دي موجوده فين. ممكن تلاقي لوح السكشن مش هي زي البلان بعد ما اتعمل حصل تعديل وانت مش عارف انا واحد فيهم اللي اتعدل، فدي بتبقى مشاكل كتير جدا. المعماري عمل تعديلات كتير قوي والانشاء ما شافهاش، او الكهرباء او كذا، فدي من مشاكل كتير جدا. برضو ان لوح شوب درونج تبقى مختلفه عن الاسبلت، فاضطر ان انت تبعت حد يقعد يقيس ويتاكد وبتاع. انما لو انت عامل التصميم صح، فالراجل اللي موجود في الموقع ما طرش ان هو يعدل، فهتلاقي هو لوح الاسبلت زيها زي لوح الشوب درونج. يعني اهو مثلا المبنى دوت رغم ان هو كبير جدا، بس اللي تم تصميمه هو اللي تم تنفيذه. لو جينا نبص مثلا على الفور دي، انا اشتغلت فتره في البلاننج، فكانت بتيجي اللوحه بالشكل دوت. الحمد لله قدرت افهمها من كتر الشغل مع الناس، يعني مع عشركم. بس لو بعتها لمهندس ميكانيكي او كهرباء او واحد ما اشتغلش في البلاننج، هيقعد فتره برضو على ما يحاول يفهمها ومش مفهومه، ولما تعرضها للمايك مش فاهم ايه اللي بيحصل. انما لما تعرضها لهم في شكل 4 دي، يعني الناس اللي درس العقل يقول لك عقلها هيفهم اكتر لما يشوفها كده قدامه 3 دي وتتحرك، وهيفهم ايه المقصود. هنا بنعرض ونقول له ده المفروض هيتنفذ ده الاول، بعد كده الاول، بعد كده الاول. يعني حتى الحفر ساعات بنحفر على كذا مرحله، فبدل ما هو كاتب لي زون 1 وانا مش عارف زون 1 فين، لا بيشوفها 3 دي ان انت تحفر هنا وهنا وهنا، وفي ال 4 دي بتبقى اوقع. فانت تختار اي طريقه منهم. لو جينا نبص على دي، ده مثلا بنقارن بين الحاجه اللي مخطط ليها والحاجه اللي اتنفذت. لما تشوفها بالشكل دوت يعني انما لما تشوفها بالشكل ده بيبقى اوضح، بيدي الوان معينه للحاجه اللي اتنفذت والحاجه اللي لسه، فانت تفضل اي واحده من دول. دي طريقه كويسه جدا لتنظيم الشغل، وبتبدا تكتب ورق. طب ده افضل ولا لما تشوفها بالالوان تشوف ايه اللي خلص والحاجات ديت. دي مثلا طريقه الاجتماع، بنشوف البروجرس ميتنج لما تشوفها كده على الورقه وتقعد تنقل الورقه من هنا لهنا وكده، ولا لما تشوفها 4 دي بروجرس ميتنج. ده برضو بعتنا كليم اناليسيس بورقه مش مفهومه هنا، لا خلاص احنا بدانا نبعت له حاجه مفهومه وحاجه 4 دي فما يقدرش يتكلم فيها. هنا برضو الملفات محطوطه بالشكل دوت، فانت لما تدور على الملف، انما احنا عندنا ملف ريفيت في كل حاجه، او ملف نفس وركس او اي ملف خاص بالبيم، بتلاقي كلهم موجودين في ملف واحد، وده بيفيدني ان انا لو عدلت في حاجه بتعدل في كله في نفس الوقت.
طيب في حاجة مهمة جدا أتمنى الناس تهتم بيها، ألا وهي فاسيلتي مانجمنت أو إدارة المبنى أو إدارة المنشأة. ليه تهتم بيها؟ لأن قليل اللي يعرفها وقليل اللي بيهتم بيها ومش بتدرس في الجامعات، فمطلوب في السوق. ولو أنت اشتغلت في فاسيلتي مانجمنت واتفقت على مشروع بيشتغل معاك المشروع ده 30 40 سنة. طيب تعال بص، لما تيجي تشتغل في فاسيلتي مانجمنت ويبعت لك كل الورق دوت ويقول لك يلا يا عم اعمل لنا بقى إيه معلومات المبنى اللي هتديرها، هتاخد وقت كتير جدا على ما تفهمها. انما لما تعملها بالبيم بتلاقي موديل واحد شغال عليه. ولو انت شغال بالاساليب التقليديه بتلاقي كل شويه لما تخلص بلاننج وتبعت للديزاين معلومات بتضيع وتبدا من الاول، معلومات تضيع وتبدا من معلومات تضيع وتبدا من الاول. في الاوبريشن بتلاقي اغلب المعلومات بتضيع، بيلاقي ملفات كتير داخله في بعض بياخد وقت على ما يفهم. في البيم هو نفس الموديل بيتطور فيه. في الفاسيلتي مانجمنت دي مراحل للبناء، اول ما البناء بيخلص ببدا اديله دوكيومنتس، ببدا اديله نون جرافيكال داتا. جرافيكال داتا ده بيكون له الاسيت انفورميشن موديل، الموديل بتاع تشغيل المبنى. دي مراحل البناء وهو نفس الموديل بيبدا يطور فيه، بيدخل اركتشر والستراكشر والاركتشر، والمالك طبعا بيستفاد ان هو بيعمل اداره للمبنى. هل الفاسيلتي مانجمنت ينفع من غير بيم؟ اه ينفع، بس بيبقى مرهق جدا والمعلومات ناقصه وفي مشاكل. انما لما بتستخدم البيم بتلاقي الموضوع اسهل بكتير، بتهتم براحه الناس اللي قاعده في المبنى، بتهتم بالاماكن اللي موجوده والسبيسز، الاشياء موجوده برده. طبعا كل نظام فاسيلتي مانجمنت بيبقى ليه معلومات معينه عايزها، يعني ساعات مثلا ايه في اداره للتكييف ده اساسي، اداره لحاله الكهرباء اساسي، في مثلا بعض الناس تدور لك ايه اداره الزرع او النباتات، يعني هو تكتب النباتات دي محتاجه تسقيه كل قد ايه. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتحط في فاسيلتي مانجمنت المكن محتاج صيانه قد ايه، مثلا محتاج كل شهر كل شهرين، في قطعه غيار المفروض تغير كل سنه. لما انت بتعمل قطعه غيار وتغيرها والحاجات دي كلها بتضمن ان المكنه دي بدل ما هتعيش 5 سنين لا ممكن تعيش 15 و20 و50 سنه، ما فيش اي مشكله خالص ما دام انت بتعمل لها صيانه بشكل دوري. هو اوتوماتيك بيبعت المفروض المكن النهارده يتعمل له صيانه، يبعت بتاع الصيانه روح اعمل صيانه للمكان الفلاني. فبيبقى عندنا جدول ويبدا يقول لي ايه الحاجات اللي المفروض تعملها صيانه. والبيم فور اسيت كريشن تو اسيت مانجمنت تقدر تدير كل حاجه، تقدر ترتبط بنظام الاي ار بي اللي احنا اتكلمنا عليه، تقدر ترتبط بالجي اي اس، تقدر ترتبط بالاوتوميشن سيستم، وتقدر وانت المبنى تقدر تراقب كل المعلومات اللي موجوده فيه، استهلاك الطاقه، استهلاك الكهرباء، استهلاك درجه الحراره، الرطوبه، كل الغرف. وبالذات مثلا لو حاجه مهمه زي المستشفيات، اي حاجه تحصل في المستشفى يبدا ينبهك خلي بالك في مشكله في المستشفى في الغرفه ديت، درجه الحراره زادت عن المطلوب او الرطوبه زادت او قلت. بالذات لو غرف عمليات او عنايه مركزه بيبقى فيه اهتمام اكتر. شكرا لكم وانا سعيد بوجودي معكم وجزاكم الله كل خير. اتمنى يكون الموضوع مفهوم، واتمنى ان شاء الله يعني ما اكونش ضيعت وقتكم. جزاكم الله كل خير.